أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الموقع بوست: أمن جامعة صنعاء يقتحم سكن أعضاء هيئة التدريس ويطردهم بالقوة. مصادر تقول لعدن الغد إن المعتدين على رجال المرور سيعتذرون في مكان الاعتداء ذاته. ومن عدن تايم: الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار في عدن تدعو إلى عدم ترميم المباني التاريخية التي دمرتها الحرب. وأخيرا من القدس العربي: الصينيون أكثر الشعوب إنفاقا للأموال أثناء السياحة. أهلا بكم. آخر ما أقدمت عليه سلطة الميليشيا الحوثي في جامعة صنعاء اقتحام سكن المدرسين وعنون موقع الموقع بوست: أمن جامعة صنعاء يقتحم سكن أعضاء هيئة التدريس ويطردهم بالقوة. قال الموقع إن أمن جامعة صنعاء اقتحم سكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطردوا اثنين من أساتذتها وأسرهم من شققهم إلى الشارع. مصادر أكاديمية قالت لموقع بوست إن مسلحين تابعين لأمن الجماعة اقتحموا شقة الدكتور عبد الرزاق المعمري بالقوة، وتم طرد والدته المقعدة التي يتجاوز عمرها 90 عاما وبقية أفراد أسرته منها. وأشارت المصادر إلى أنه تم إخلاء شقة الدكتور المتوفى أحمد عارف باعباد وطرد أبنائه منها، ولم تكتف الميليشيا بذلك بل ألقت بأحد أبنائه في السجن. وقال أحد أعضاء هيئة التدريس فضل عدم ذكر اسمه للموقع بوست إن هذا الفعل المشين الذي أقدم عليه رئيس جامعة صنعاء غير الشرعي يعد مخالفة جسيمة وتصرفا غير مقبول ولا إنساني. وإلى موقع المشاهد نت والذي علق حول تواصل احتجاجات أمهات المعتقلين وعنون الموقع: الاعتداء على أمهات المختطفين في صنعاء. قال الموقع: اعتدت جماعة الحوثي صباح الأحد على وقفة احتجاجية لعدد من أمهات المختطفين نفذنها أمام السجن هبرة في العاصمة صنعاء. قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي أحضرت نساء مواليات لها إلى أمام سجن احتياطي هبرة أثناء تنفيذ عشرات من أمهات المختطفين وقفة تضامنا مع المختطف فؤاد التركي. وأضافت هذه المصادر أن عشرات المسلحين وعددا من الدوريات العسكرية انتشرت في محيط السجن أثناء تنفيذ الوقفة، وفي الوقفة حملت الأمهات نعوشا رمزية لوالدي المختطف التركي، حيث توفي والده في العشر الأواخر من رمضان ولحقته والدته مطلع الأسبوع الماضي، ولم يسمح للتركي بتشييع جنازة والديه أو استقبال العزاء فيهما. إن لم تكن حربا أو سلاما فماذا هي إذن؟ يتساءل السياسي اليمني ياسين سعيد نعمان في مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس مضيفا: كم يبدو حالنا مثيرا للشفقة ونحن نغرق في التسريبات التي تصدر من هنا وهناك من أن قرارات قد اتخذت بعودة فلان ممن دمروا هذا البلد وأذلوا أهله إلى السلطة لقيادته مجددا. تتم هذه التسريبات بأسلوب خطير ليخاطب حالة الإحباط التي ضربت الناس في العمق بسبب حالة لا حرب ولا سلم. نبدو الآن على هامش الكون والعالم يتحرك من حوالينا في قمم عظمى ليقرر في مصير القضايا الكبرى المحددة بتأثيراتها على مستقبل هذا العالم، ولا نرى أنفسنا حاضرين ولو من باب الشفقة والإنسانية أو التفاعل مع ما سال من دماء. تتناثر رسائل هذه القمم من حوالينا إلى أكثر من مكان وبأكثر من صيغة، أصبح الوعد فيها أكثر من الوعيد بسبب ما بدا أنها توافقات كونية عظمى لتخفيف التوترات الدولية. وننتظر، فلا شيء يخصنا أو يقترب من معاناتنا قد حملته رسالة مباشرة أو حتى غير مباشرة. نغيب في زحمة هذا الوضع وتغيب معه القضية التي اعتقدنا ذات يوم أنها ستظل في بؤرة الاهتمام الدولي دون أن ندرك حقيقة أن الحروب لها وقت محدد تنتهي فيه وينتهي معه اهتمام العالم بها، وإذا ما تجاوزته فإنها تصبح أي شيء آخر غير الحرب. ما نحن فيه في نظر العالم ليس حربا تستحق الاهتمام ولا سلاما يثير الإعجاب،
ولكنها ذلك الشيء الآخر الذي غدت معه التسريبات بتسويات تعيد الاعتبار لأولئك الذين أرهقوا الشعب وأذلوه، تتصدر الخبر السياسي والإعلامي. أما ذلك الشيء الآخر فيمكن معرفته من واقع حالة لا حرب ولا سلم التي تنفرد بها اليمن في اللحظة الراهنة، والمنتج لفراغ سيملأه من يستطيع أن يملأه وبما لديه من حمولة. الكثير من العناوين المتعلقة بما تشهده المدن المحررة وردت في صحيفة أخبار اليوم، أهمها رئيس الوزراء يدشن امتحانات الثانوية العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، وعنوان آخر للصحيفة محافظ حضرموت يلتقي لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سرية في المحافظة، عنوان آخر اشتباكات مسلحة بخور مكسر ومسلحون يستهدفون منزل العميد عبد ربه بقنبلة هجومية. قضية الاعتداء على رجال المرور في عدن والذي تم تحت ضوء الشمس والكاميرات، هل يتم حلها بعيدا عن الناس؟ فوفقا لموقع عدن الغد فإن هناك تفاصيل اتفاق ينهي قضية إهانة رجال المرور في عدن. قالت مصادر عاملة بشرطة مرور عدن إن قيادة شرطة المرور توصلت إلى اتفاق مع مدير أمن عدن اللواء شلال شائع ينهي بموجبه قضية الإهانة التي تعرض لها رجال مرور قبل أسبوعين بجولد مور. وبحسب مصادر عدن الغد فقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يقدم الجنود الذين قاموا بإهانة رجال المرور اعتذارهم للجنود وفي نفس المكان الذي أهانوا فيه رجال المرور وأمام الملأ. عن حال العربي الذي فر من الموت في بلاده ليرى الحياة في مواطن الآخرين متحسرا، كتب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل مقاله الذي أبرز فيه التناقض بين عالم العربي وعالم سواه. فر صديقي من بلاده الغارقة في الظلم والظلام واستقر في لندن، اشترى منزلا وراح ينتظر نهاية الحرب. ذات يوم أزعجته شجرة في حديقته الصغيرة، اتخذ قرارا بإعدامها. سأل جاره البريطاني إن كان يعرف عاملا يستطيع أداء المهمة. ضحك الجار، ليس من حقك قتل الشجرة حتى ولو كانت في ملكك، عليك أولا التقدم بطلب للمجلس المحلي وأن تقنعه بالأسباب. القانون هنا يحمي الأشجار، لابد من الحصول على موافقة وبعدها يأتي دور القاتل. أصيب صديقي بحالة من الذهول، جاء من عالم يمكن فيه اقتلاع مدينة من دون أن يرث لأحد جفن، يمكن اقتلاع مواطن ولا يحق لزوجته أو أمه أن تسأل عن السبب. القانون يحمي الشجرة، للشجرة هنا حقوق تفوق ما للمواطن في بلدان العذاب والتعذيب. إذا زار العربي متحفا في دولة متقدمة يسارع إلى التفكير بما حل بآثار العراق وسوريا وغيرهما. إذا عاين كيف تحافظ فيينا على أشجارها تذكر كيف تغتال الجرافات جبال لبنان. إذا تابع اهتمام أوسلو بصحة مواطنيها تذكر أين تصب مياه الصرف الصحي في هذه العاصمة العربية أو تلك. يحاول العربي أحيانا خفض معدلات خيبته، يبحث عن أعذار لهذه الهوة الرهيبة التي تفصلنا عن العالم المتقدم. إننا في مرحلة تاريخية مختلفة تماما، فهذه الدول تقطف في النهاية ثمار أحداث كبرى شهدتها القارة القديمة وغيرت وجه العالم، الثورة الفرنسية والثورة الصناعية وأفكار عصر النهضة وفصل الكنيسة عن الدولة وأفكار الفلسفة الألمانية والتبدل الهائل في أوضاع المرأة. جرب الأوروبيون حروب القوميات والمذاهب ونزاعات الحدود ومشاريع السيطرة والشط، أدموا القارة وأدموا العالم معها، لكنهم خرجوا في النهاية باستنتاجات. إلى موقع عدن تايم والذي عنوان في صفحته الرئيسية أول دعوة لإبقاء ملامح الحرب الحاقدة على ملامح عدن التاريخية. ووجهت أصبهان العلس الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار في عدن رسالة إلى وزير الأشغال دعت فيها لإبقاء ملامح الحرب الحاقدة على ملامح أو معالم عدن التاريخية. وفي جزء من الرسالة قالت أصبهان تأمل الإبقاء على ملامح الحرب الحاقدة يقظة في ذاكرة عدن وماثلة أمام أعين أبنائها الذين استهدفتهم الحرب دون مبرر، وأضافت أن هذا يتطلب الحفاظ على عدد من هذه المعالم دون ترميم في كل مديريات محافظة عدن، خاصة تلك التي لا ترتبط بالحاجة السكنية للمواطن. وتفيد الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار
لنا في تجارب أوروبا وبيروت قدوة في احتفاظهم ببعض هذه المعالم دون أن تمتد لها يد الترميم لتنطق بفظاعة الحرب التي استهدفت عدن، الإنسان والتاريخ. موقع المصدر أونلاين تابع تطورات الجهود للحد من الكوليرا، وعنون الموقع: الحكومة تضع أول خطة استجابة لمحاصرة وباء الكوليرا في مدينة عدن. قال وزير الصحة إن الحكومة وضعت خطة استجابة سريعة ستساهم في التخفيف التدريجي من انتشار وباء الكوليرا في مختلف المناطق المستهدفة بالعاصمة المؤقتة. وذكر الوزير ناصر باعوم أن وزارته ستعمل على مضاعفة الجهود مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لاحتواء ومحاصرة مرض الكوليرا في اليمن. يضيف الموقع: هذه أول خطة لمحاصرة الوباء المتفشي منذ 27 إبريل تعلن عنها السلطات الصحية في الحكومة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلن ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي كما تقول صحيفة العرب الجديد عن إقرار وثائق عمله بما فيها النظام الأساسي بشكل مؤقت، وكشف عن إنشاء كثير من الدوائر واللجان التنظيمية في المجلس بينها لجنة للتصعيد، وجدد التهديد بأنه قد يستلم مسؤوليات تأمين الجنوب وإدارته. وأوضح المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعات عقدها على مدى الأيام الماضية وحصل العرب الجديد على نسخة منه، أنه توج الاجتماع الأول لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بإصدار قرارات منه الموافقة على مشاريع الوثائق المنظمة لعمله بشكل مؤقت لحين إقرارها بشكل قانوني عند اكتمال إنشاء المجلس. المجلس الانتقالي الجنوبي أنشأ ما وصفها بالدوائر المطلوبة لتفعيل عمل المجلس للفترة الراهنة، وكلف أعضاء في المجلس بإدارتها. وشملت مخرجات الاجتماع إقرار الاتجاهات العامة وخطة عمل المجلس للفترة المقبلة. وفي بيانه الختامي لاجتماعات الأيام الماضية لوح المجلس مجددا باستكمال الانقلاب، وقال إن هيئة رئاسة المجلس تحمل الحكومة مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء العبث بحياة المواطنين وحرمانهم من الخدمات الأساسية وفشلها المخزي والذريع في ذلك. أما صحيفة الاتحاد فقد نقلت عن الاتحاد الأوروبي إعلانه التزامه بتقديم 25 مليون يورو لتمويل مشروع جديد لدعم المتضررين من الحرب في اليمن، ويتوقع أن يساعد المشروع الذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع المحلي في دعم الأسر لتوفير الدخل اللازم لشراء الأغذية وغيرها من الضروريات واستمرار أداء بعض مرافق الرعاية الصحية المتبقية وتأمين مزيد من الدعم النفسي والاجتماعي. وتوقعت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان أن تؤدي النتائج الرئيسية في إطار هذا الالتزام إلى منح 42 ألف مستفيد بما في ذلك النساء والشباب والمشردين داخليا بسبب النزاع نقدا في مقابل العمل في إعادة بناء نحو 45 مرفقا صحيا. رغم مرور أكثر من قرنين على الثورة الفرنسية بقي عيدها الوطني مقترنا بالرابع عشر من تموز، رغم كل ما طرأ من تحولات إمبراطورية وما شهدته الجمهوريات الفرنسية الخمس. وفي عالمنا العربي شاءت المصادفة ولا نقول القدر أن تحدث أشهر الانقلابات في هذا الشهر، هكذا بدأ خيري منصور مقاله المنشور في الخليج مضيفا. يقول الشاعر الإنجليزي إليوت في قصيدته الشهيرة الأرض الخراب إن أبريل هو أقصى الشهور لأنه يمزج الرغبة بالذكرى. وبالنسبة للعرب قد يكون تموز هو أقصى شهورهم، ليس فقط من خلال بلوغه درجة الحرارة حدها الأقصى، بل لأنه شهد خلال عقود حركات وثورات وثورات مضادة وأخرى سميت تصحيحية. وفي المجتمعات الغربية هناك نزوع وطني وقومي للحفاظ على المنجزات خصوصا الثقافية وذات الطابع الحضاري. ولم يحدث أن جاء في باريس من شطب اسم رئيس سابق عن مطار أو ميناء أو جامعة أو شارع، وقد يكون السبب ليس أخلاقيا بقدر ما هو نتاج تداول السلطة على نحو سلمي. فهل كان تموز العربي أقصى شهور السنة بالفعل، أم أن الجغرافيا تحالفت مع التاريخ لجعله كذلك؟ ذات يوم علق أحد الظرفاء العرب على تعاقب الانقلابات والثورات
خلال النصف الثاني من القرن العشرين قائلا إن سبب هذا التعاقب هو المناخ، فمن يستطيع أن يمتطئ دبابة في ظهيرة قائضة يحقق ما يريد والناس نائمون أو خاملون في القيلولة. السياح الصينيون الأكثر إنفاقا في العالم في عام 2016 كما قالت صحيفة القدس العربي، حيث احتل السياح الصينيون المرتبة الأولى على المستوى العالمي للعام الماضي من ناحية الإنفاق خلال جولاتهم السياحية. وبحسب بيان صادر عن شركة سي ترايب الصينية الرائدة في مجال السياحة، فإن حجم الإنفاق السياحي الصيني خلال العام المنصرم بلغ خمس الإنفاق العالمي. وأضافت الشركة أن الأعوام الـ12 الأخيرة شهدت زيادة في نسبة السياح الصينيين الذين يمضون إجازاتهم خارج حدود البلاد، وتزداد بنسبة 10% سنويا. وكانت شركات الملاحة الجوية الصينية نظمت خلال العام المنصرم رحلات إضافية إلى 260 مطارا دوليا بهدف نقل السياح. خبراء يرون أن ارتفاع نسبة السياح الصينيين الذين يمضون إجازاتهم خارج البلاد سببه ارتفاع قيمة العملة المحلية الين، واهتمام الحكومة بقطاع السياحة وسهولة حصول المواطنين الصينيين على تأشيرة دخول البلدان الأخرى. قد لا يلفت اسم سان مارينو كثيرين بالكاد يأتي ذكرها في الأخبار، لكن نظام حكم هذه الجمهورية الأوروبية الصغيرة يجعل قوانينها ذات خصائص مثيرة للاهتمام، كما ورد في صحيفة الحياة والتي أضافت سان مارينو تملك رئيسين لا يحكمان ومدة ولايتهما 6 أشهر فقط، أي أنه يتعاقب عليها 4 رؤساء سنويا، وتعد أول بلد يلغي عقوبة الإعدام ولا تتجاوز مساحتها 61 كيلومترا مربعا وعدد سكانها 33,000 نسمة. وتعد سان مارينو أصغر جمهورية في العالم وأقدم دولة ذات سيادة، كما أنها صاحبة أقدم دستور لا يزال ساري المفعول سن في القرن 16. ولمزيد من التفرد لهذه الدولة، فإن اقتصاديا تقع البلاد في المركز 13 في قائمة الدول الأكثر دخلا. فقدان المتن في السياسات العربية، تحت هذا العنوان كتب حسام ميرو مقالا شرح فيه تحول السياسات العربية إلى الهوامش وفقدان البوصلة. وقال الكاتب: مع سقوط المنظومة الاشتراكية أصبح واضحا أن فكرة العدو الخارجي لم تعد كافية لاستمرار النظم الشمولية، وهو الأمر الذي ينطبق على معظم دول الربيع العربي، حيث لم تعد المواجهة مع العدو الخارجي المتمثلة بإسرائيل كافية لإقناع الشعوب بالصمت عن ممارسات النظم السياسية واحتكارها الفضاءات العامة وتهميش معظم السكان في الوقت الذي تنمو فيه ثروات قلة قليلة من النخب بشكل فاضح، وينعدم المستقبل أمام أجيال جديدة من الشباب. أما الجيوش العربية فقد أصبحت مؤسسات وظيفية تقوم بحماية النظم السياسية مع استهلاكها جزءا مهما من الناتج القومي دون أي مردود حقيقي، كما بقي نقاش تحويل تلك الجيوش إلى جيوش احترافية حيادية خارج سياق التداول العام. إن المتن الحقيقي لأي سياسة وطنية يتمثل في قدرة تلك السياسة على تصميم وتنفيذ خطط تنموية اقتصادية واجتماعية في الحقول الرئيسية من مثل التعليم والصحة والعمل والخدمات وضمان توزيع الثروة بطريقة عادلة ووجود مؤسسات كفيلة بالمحاسبة والمساءلة، وهي ما باتت تعرف اليوم بالحوكمة. فكلما كانت البنى الوطنية متماسكة كلما كان بإمكانها ضمان مستوى أعلى من الاستقرار السياسي والمجتمعي، وكلما كان بإمكانها مواجهة التحديات الخارجية، وهي تحديات تزداد مع فشل النظم السياسية وعدم قدرتها على اكتساب الشرعية الداخلية. موقع شبكة البي بي سي قام بنشر مجموعة من الصور لبعض هواة التصوير عن شواطئ العالم المختلفة تصور تلك الأماكن بعيون ملتقطها. نتابع مجموعة منها.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.